صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح ثلاثة قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية والجولان السوري المحتل، وصوت الأعضاء بالأغلبية على قرار بعنوان تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية، إذ صوتت 148 دولة لصالحه وعارضته 9 دول، فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت. ويؤكد القرار على أهمية تحقيق تسوية عادلة وشاملة لقضية فلسطين لإحلال سلام واستقرار شاملين في الشرق الأوسط، وتم التصويت بالأغلبية على قرار بعنوان الجولان السوري، وذلك بتصويت 94 دولة لصالحه ومعارضة 8 دول وامتناع 69 دولة عن التصويت. حيث يؤكد القرار الذي قدمته مصر أن استمرار احتلال إسرائيل للجولان السوري يمثل عائقا أمام تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة. أما القرار المعنون القدس فقد صوتت لصالحه 129 دولة وامتنعت عن التصويت 31 دولة، حيث يحث هذا القرار الذي قدمت مشروعه مصر أيضا على وقف التحريض، لا سيما في المواقع ذات الحساسية الدينية، مع ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة.